تيكي تيك ماشي، والبنطلون كمان تيكت. يلا معلش هزعلك، كله تيكت طبعا، تيكت 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 تيكت. تعالوا بقى النهارده انا جايبه لكم فجأة كبيره، واكتر فيديو انتوا بتحبوه عليه مشاهدات كتير الحمد لله، فانا هقول لكم النهارده عليه. انا بقى كتير ما صورتش فيديوهات، وكمان شكله مرهق جدا عشان احنا صايمين، بس مش مشكله، ما تركزوش بقى على شكله ولا على اي حاجه، تتركزوا على الحاجه اللي معايا اللي انا جايبها لكم النهارده. طيب اقول بقى المقدمه عشان بقى كتير قوي ما قلتهاش، بقى كتير ما عملتش فيديوهات. ازيكم يا قصصي اللي النهارده بيتكلم عن لبس العيد من الوكاله. تمام، انا النهارده جايبه لكم، اشتريت حاجات كده قطع جديده بالتيكت للعيد يعني، وكمان هقول لكم على اسم المحل علشان تروحوا عليه على طول. هو ما يعرفنيش وانا مش عامله اعلان ولا اي حاجه، بس علشان الناس بتقعد تقول لي يا ساره هي المكان فين المحل ايه، فقلت النهارده ان انا فاتكم كمان باسم المحل علشان ما تقعدوش تلفوا كده وخلاص. ماشي، هو الفيديو النهارده مختلف شويه، واي نعم لبس من الوكاله، بس هو مختلف شويه عن الفيديوهات اللي انا عملتها اللي فاتت، علشان الفيديو ده انا هعمل مقارنه بين التيشيرت في زارا، لان انا جايبه ماركه زارا، والتيشيرت في الوكاله ده بكام وده بكام، وكمان جايبه من بولاند بير، هشوف ده بكام وده بكام، نفس القطعه بالظبط في نفس الموديل بس هيختلف الالوان. ماشي، همسك كده اول قطعه معاكم، القطعه دي من زارا اهي، هصور لكم التيكت بالتفصيل من زارا. التيشيرت ده شيرت ابيض ساده خالص، انا جايباه بيزك عشان البسه تحت اي جاكيت جينز في الصيف، عندي بناطيل بتبقى ضيقه شويه، فمحتاجه ان انا اجيب تيشيرت اوفر سايز كده طويل. ده كان ب 50 جنيه في الوكاله، شفت دخلت على السايت وعملت عليه سيرش لقيته بسعر تاني خالص. تمام، وبعد كده بقى لقيت نفس الراجل عنده كوليكشن كتير جدا من التيشيرتات البيضه، فاشتريت تيشيرت ابيض تاني اهو برضو زارا. في حركه من هنا تانيش، الحاجات دي كلها انا بقول لكم بالتفصيل عليها علشان هي موجوده لحد دلوقتي عند الراجل، عنده جبل كده هدوم، هتلاقي بقى ايه المقاسات كلها وكل الالوان. ده برضو زارا، شفته برضو على اللينك بتاع زارا، وهتعرفوا دلوقتي فرق الاسعار والمقارنه. تمام، ده طويل وواسع، انا بحب الطويل والواسع، وبالتيكت بكل حاجه ماشي. وبعد كده جبت برضو من نفس الراجل تيشيرت زارا تاني، بس ده يعني سويت شيرت كده ابيض بكم، عجبني جدا واشتريته، وكان برضو بالتيكت وكل حاجه، بس انا استغربته هو ازاي ب 50 جنيه، يعني دول ب 50 جنيه ماشي، نص كم وكده سعرهم ماشي، يعني انا فاهمه. ده بقى ليه ب 50 جنيه؟ في الاخر خالص اكتشفت بعد ما انا روحت ان في بقعه لونها ازرق كده في الاخر، مشفتهاش خالص وانا بشتري، بس ممكن اغسلها كورلكس الوان، فانت خلي بالك برضو انت بتشتري فصصي حاجه، انا ما خدتش بالي ان انا كنت ايه يعني ايه، عجبني كلمة زارا اللي فيه وملقتش بركز على القطعات والكلام ده، بس مركزتش بصراحة في الحتة دي، بس هجرب معايا كوريكس الوان. بعد كده اشتريت بقى ايه، اشتريت القميص ده، هو شكله غريب قوي بس هو عجبني جدا، ده من بولاند بير، وبالتيكت بتاعه 50 جنيه برضه ماشي، ودخلت على السايت بالفعل وسرشت عليه ولقيته بس بسعر تاني خالص، سعر سعر يعني بصوا مفيش ولا حتى 5%، برضه كان ب 50 جنيه، وجه مقاس ده هدخله جوه بنطلون وهيبقى اوفر سايز من فوق، وعليه جاكيت طويل كده محترم، ويعني هو عجبني لونه ماشي، هو عجبني لونه يا ماما، عجبني لونه يا ماما، عشان ماما هو مش عاجب ماما اصلا مش عارفه ليه. بصوا بقى ده من محل اسمه حماده لولو، اول ما بتخشوا شارع الوكاله عند زكي السمك هتلاقوه، هو مشهور قوي، وفي استندات بره وفي استندات جوه وجوه في المحل، فانت هتشوف انت عايزه ايه. 2000 years later. يا رب استرها معايا يا رب. طيب القطعه الاخيره معايا بنطلون، جبت بقى البنطلون ده رجل عريضه ومشطوط جنس حلو، ده ماركت فوليفر، مقاسي 36، المهم انا كنت مقتنعه ان انا مقاسي 34، بس انا ماما بقت تقول لي انت مقاسك 36، اقول لها كل ده مقاس، لازم نعترف بنفسنا، لازم نعترف، كل واحد يعترف بمقاسه يا جماعه، ما فيهاش مشكله. المهم ده كان ب 175 جنيه، اهو وايد ليج، رجله طويلة، واللي عجبني فيه ان هو طويل، ان هو طويل وفي منه الوان كتيرة جدا. ده المحل اللي بعد حمادة لولو، وانت طالعة على الشارع بره بقى رايحة تروحي
من محل اسمه عماد ابو ادهم، هو اسمه كده، اسمه عماد ابو ادهم، وعنده كوليكشن كتير جدا من البناطيل الجينز، فانت هتلاقي اللي انت محتاجاه، وفي مقاسات كتيره جدا من اصغر مقاس لاكبر مقاس وبس كده. وطبعا انا عملت عليه سيرش كتير جدا على المواقع، سعره ما بيقلش عن 500 600 جنيه، انا بالفعل شاريه اصلا كان ب 400 جنيه اللي هو القصير شويه ده من ال سي. المهم ان انا كده خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا وعرفتوا المقارنه بين الموقع الاصلي وبين لبس الوكاله، وهو نفس الستايل ونفس الخامه وكمان كله بالتيكيتات، انا يعني جايبه كل حاجه بالتيكيت اهو، ما فيهاش حاجه قديمه نهائي اهو، تيكيت تيكيت تيكت كله تيكتات ماشي، والبنطلون كمان تيكت، يلا معلش هزعلك كله تيكتات اهو، تيكت 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 تيكت. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك واستني الفيديوهات الجايه، وتغاضى عن التعب اللي انا فيه ده، ويلا باي باي.